اهلا وسهلا بك استاذ معنا، ممكن نتعرفوا على حضرتكم؟ اهلا وسهلا بكم ومرحبا. حمليل الشيخ من الجزائر ومستثمر في الجزائر ومدير مؤسسه البناء والشغل في ببشار بالصحراء بالجزائر. ما شاء الله استاذ، واش تقدر تقول لنا رايك في المعرض؟ المعرض انا شاركت منذ 2016 في إزمير في نفس المعرض، وفي 2019 في نفس المعرض هنا في إسطنبول، ولكن مع الكورونا وهذا الوباء اللي صاب العالم حتى اليوم هذا 22 رحنا هنا في هذا المعرض. والمعرض هذا معرض ممتاز، معرض جميل، معرض في خير ان شاء الله، ومعرض ما بين العرب والترك، ما كلنا في مع هذا المعرض. وهذا المعرض نحن في الجزائر في كل سنه نحب نجو اليه باش نشاركوا في هذا المعرض، والحمد لله اليوم في 2022 رحنا شاركنا، ونتمنوا يكون الخير للسنه القادمه الجاري اللي جايه 2023 او 24 الى اخر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله استاذ، ربي يحفظك وربي يوفق ان شاء الله، وشكرا جزيلا على الكلمه الطيبه. الله يحفظك، شكرا.